Realtors.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. مرحبا فيكم مشاهدينا بأوتوفوكس. اليوم رح نضوي أكثر على مصنع كوري عريق بعالم السيارات هو سانجيونغ طراز التيفولي. معنا إلى جرنا مسيو رودي هنود جنرال مانجر برسامي أوتوموتيف أندستري وكلاء سانجيونغ بلبنان. رودي كيفك؟ الحمد لله. كيفك جور؟ اليوم معك أكيد رح نستفيد أول شيء من خبرتك الكبيرة بعالم السيارات وأكثر نضوي على طراز كثير عم بلاقي هيك إقبال اليوم بالسوق اللبناني طراز التيفولي من سانجيونغ. ليه أول شيء العالم كلها عم تسأل عن تيفولي؟ هل من وراء شكل السيارة، من وراء عرائد سانجيونغ أو شو؟ بعتقد هي من وراء عدة عناصر. إحداها هي الشركة، تاريخ الشركة العريق، شركة كورية تأسست سنة 54 وتألقت بتصنيع الآليات 4x4، وهذا كان سبب لسلمه عديد للجيوش الأجنبية. ولفتت نظر شركات كبرى عالمية مثل مرسيدس بنز، مضيوا اتفاقات مع صحيح دامت لسنين عديدة. مزبوط. حتى في رواسب لهالاتفاقات بعدها ماشية لموديلات حديثة حاليا. نعم. وطلب من رسامي أوتوموتيف إندستري من 3 سنين تمثيل سانجيونغ بلبنان، وهذا الشيء سائب مع لونشينج لسيارة حديثة ثورية اسمها تيفولي اللي هي أرادوا فيها أنه يدخلوا الأسواق الأوروبية. فسرعان ما أصبحت كار أوف دو يير بنجاحها، تربلت مبيعات سانجيونغ عالمياً بسنة 2016، أخذت كار أوف دو يير، نالت كذا لقب تاني، كذا نوميناشن تاني. لا. وصارت إذا بدك التمبليت لكل شيء اسمه كومباكت SUV سواء عند سانجيونغ وغيرها اللي عم ينقلوها حتى كديزاين، ملفتة جداً للنظر وبتستقطب كل الأعمار والناس. مش هيك سألتك أول شيء، هل من وراء شكل السيارة أكثر شيء عم يكون الطلب؟ لأنه عن جد شكلها كثير ملفت على الطريق. في كثير زارونا من وراء شكلها على الطريق، وصلوا لعنا على الشوروم سواء صبايا شباب إلى آخره، قد ما شكلها ملفت وبعدين لما بيعرفوا إن السيارة كورية ومتينة وما فيها مشاكل وبيعملوا بيدرسوا الريفيو عنا حتى قبل ما يجوا لعنا، الارتباط بيصير سهل جدا عدا عن كل الباقي اللي رح نحكي عنه والسعر المغري. اكيد بنخلي السعر لاخر الحلقه حتما، بس عم نشوف هالديزاين اللي كتير حلو. رودي مزبوط، وين ما كان حتى من ناحية الاماميه سايد فيو كمان 100% عريضه من قدام عريضه من ورا ثابته جدا. ما ننسى انه هي عندها مؤهلات فور ويل درايف، نحن بنبيع منها تو ويل درايف وبنبيع فور ويل درايف، انما بالحاله نفسها سياره عريضه ثابته على السرعات العاليه والشكل كتير رياضي، انما بذات الوقت اللاين هن كلاسيكال هوريزونتال، بنشوف الامام هالمصابيح الكبرى جدا. صحيح. مع الاوتوماتيك ليد لايت والاوتوماتيك داي رانينج لايت، عنا هالزيح الأسود اللي بيفصل فوق من تحت السيارة، عنا الكاربون لوك تحت، هالهونيكومب اير فان والفوغ لايتس اللي اخدين جانب الزاوية بالفعل ليضوا طرقات جبلنا بلبنان، عنا التينتد جلاسز ببينوا هلأ بجانب السيارة، وحلو كمان إزاز عريض من ناحية الأمامية بيعطيك بانوراميك فيو بتجنن معك. نعم. حق 100%. عنا ببين جانبياً هالسيارة اللي اليوم جاية على البلاتو بجانت 16 ألومنيوم اللي بيعجب بعض الناس، وكمان عنا مجال يكون جانت 18 سبور لأنه هي بالنتيجة تو ويل درايف سبورت إديشن، بيجي تنتد بيجي أسود 18 إنش بكحلها بكل الظروف. عم نلاحظ اللايننج الأسود بأسفل السيارة اللي بيضوي على الكونتراست والديزاين الحلو، منلاحظ كيف بجوا مخصورة أو بالأحرى بوسط السيارة الديزاين مخصور بيرجع بيعرض من الوراء عن جديد مرة تانية للثبات وللريجيديتي لا سمح الله في حادث. نوصل لخلف السيارة مروراً عفواً بالسقف إنه في عنا الكروم اللي بيزين السقف والسايد ريبيتر ليد لايت بجانب السيارة. نعم. حد المرايا بينوا هلأ من وراء الليد لايت سيجنتشر الخلفية والكونتراست الحلو بين الروف سبويلر الأحمر مع الزجاج الغامق الأسود، هالخطوط الهوريزونتال اللي بيعملوا باراليليزم بالخلف، انتهاءً نهايةً بهالسنتر اكزوست الفتحة الوسطى اللي بوسط السيارة. من بعد الشرح الطويل عن تاريخ سانجيونغ وتيفولي شكلها الخارجي الحلو كتير، رح ننتقل نحكي شوي سريعاً عن داخل السيارة ونتابع حديثنا نوصل للسعر. تعالنا على داخل التيفولي. رودي بدك تخبرنا سريعا شو اهم سبيكس بداخل السياره ونحكي كمان عن المحرك. نعم، عندنا يونغ ديزاين لانتيريور السياره، في عندنا بيانو انلايز سود، عندنا الومنيوم انلايز، عندنا كثير كوماند ارغونوميك ليقدر الواحد يشغل كل هالفيتشرز اللي بالسياره.
عنا أكيد الساوند سيستم الرائع، كل هالملتزمات أو كل الأمور اللي بيعجبون للشباب واليانغسترز موجودين من بلوتوث إلى آخره. الوقت ما راح يكفي فوت بالتفاصيل، إنما زيارتهم راح يشوفون عنا ويعملوا تيست درايف. من ناحية المحرك اليوم جاي محركين أو محرك واحد؟ لا، محرك واحد بالعالم كله، محرك على البنزين 4 سيلاند كتير نرفوز 1600 سي سي 130 هورس باور، متصل بالجير بوكس اليابانية آيزين 6 سبيد تيبترونيك مع 3 مود أوف درايفينج. نرجع نعيد انه هالقوة كلها بتتصل على الارض يا اما 2-wheel drive يا اما 4-wheel drive. عندنا 2 فيرسيون لكل التيفوليات بلبنان، الزبون بيختار اي وحده بده اياها. ومن ناحيه السيفتي اذا بدنا نحكي من ناحيه السيفتي في السياره اكيد فيها كل اللوازم الالكترونيكس، يعني ايرباج اي بي اس اي بي دي الى اخره، كل الناس تعرفون. اهم شيء انه عندنا فولاذ هائل، 72% من السياره هو فولاذ هاي سترينث ستيل، يعني يوزن كتير ومتينة جدا، ومن هيك سيارة بتاع 200 كيلومتر بالتانكي. هذا شيء بيطمن الأهل أكتر كمان يجيبوا السيارة لأولادهم. أكترية شبابنا، أكترية شباب اللي عم بيكونوا زبوناتنا. أما هلأ صار وقت نعرف البارت الأهم، بعد ما استعرضنا تيفولي بشكل خارجي داخل ومحرك وكل الفيتشرز، صار وقت نعرف اليوم شو سعر السيارة بالسوق اللبناني. صارت نعرف هلا شو سعر السياره بسوق اللبناني. سياره سانج يونغ تيفولي حلوه كثير، استعرضناها بحلقه دوتو فوكس لليوم. رودي، في شيء سبيسيال لزبائنكم؟ ايه حتما حتما. قبل ما نعطي السعر النهائي للسياره اليوم، رسامني اوتوموتيف اندستري اهم موضوع انه هن ملوك الافتر سيلز بلبنان. عندنا اربع مراكز للصيانه، 14 صاله عرض، 24 ساعه خدمه الطوارئ والخدمه المنزليه. هيدا كله إلى جانب السعر المدروس، إلى سعر الصيانة المدروسة، توفر القطع لسعرها مدروسة. وبنرجع ننتقل نهائياً للي ناس بدها تعرفه، سعر السيارة أساساً اليوم نازل 3,000 دولار. هي أقوى أوفر عملينا من وقت اللي افتتحنا هالمشروع التيفولي بلبنان. يعني هاي السيارة أساساً حق 22، نازل اليوم 18,900 دولار، مسجلة خالصة أندرود للفيرسيون 2-wheel drive سبورت. برجع بذكر مدلة لخمس أسابيع اللي بيزورنا له كادو، حسب كل واحد شو عنده أفضليات، وعنا كتير مجالات للهدايا والسوربريز. وبدي إنه الناس تطلبنا على 04-722-140 لا يقدروا يروحوا على أقرب صالة عرض ندلهم وين من عنوانهم ويعملوا التست درايف. أهم شيء لأن لازم يلمسوا ليتأكدوا من كلامنا. شكرا رودي على كل هالمعلومات. سعر فعلا مغري جدا صار على سيارة التيفولي من سانج يونغ. ونشوفك بحلقات مقبلة مشاهدينا. هيك كان سيارة اليوم، بكرة الملتقى مع سيارة جديدة على ام تي في. إلى اللقاء. ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة، وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات.